أصوات جنب كل مستمع يفهم أكثر المحيط ديالو ويتفاعل معاه في جو مغربي كيف يساير الوقت ومن فاتح على العالم. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. الروح الخضراء رفقة عز الدين صالحة. أهلا بكم، اليوم في الروح الخضراء غادي نتكلموا على مشاريع وبرامج المدارس الإيكولوجية بوار زازات. فكرة خضراء، فكرة اليوم تعزيز قدرات الشباب للتواصل في مجال البيئة. في الختام نصيحة الأسبوع، كيفاش تكونوا ملفات ومشاريع مدارس إيكولوجية. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. مرحبا بكم، في بداية حلقتنا اليوم غادي نتكلموا على مشروع من مدينة ورزازات كيهم نشر فكرة المدارس الإيكولوجية في المنطقة، ولهذا الغرض غادي نتكلموا مع محمد بلرعام مسؤول بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بورزازات وأيضا المنسق الإقليمي لبرنامج المدارس الإيكولوجية. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. نبدا معك بأول سؤال حول هاد المشاريع اللي درتوهم مؤخرا، كتشتغلوا من خلالها على البيئة، علاش اختاريتوا ديروا هاد المشاريع في هاد التوقيت هذا بالضبط؟ بالنسبة للشق ديال البرامج ديال التربية البيئية، الجامعة الترابية ديال تسكورة أهل الوسط، هاد السنة هذه اللي هو الموسم التربوي 2015-2016، حازت مدرسة تسكورة على اللواء الأخضر ديال البرنامج المدارس الإيكولوجية الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وكذلك مدرسة ولاد مرزوق تابعة لمجموعة مدارس الحرية، كذلك حازت على اللواء الأخضر للبرنامج المذكور اللي هو برنامج المدارس الإيكولوجية. كذلك لا يفوت نشير إلى أن مجموعة مدارس إمتري حاست على الشهادة الفضية برسم هذا الموسم، وحاست كذلك على الشهادة البرونزية برسم الموسم التربوي 2014-2015. شنو هو المشاريع اللي قدمتوا نتكلموا عليها اللي خلتكم أنكم تفوزوا بهذا اللواء الأخضر والمدارس ديالكم يلو مدارس إيكولوجية؟ على صعيد إقليم ورزازات أو على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بورزازات، حاليا حصلنا على 8 لواءات في هذا البرنامج المدارس الإيكولوجية، 6 ميداليات من بينها 3 فضية و3 برونزية. هذا التويج هذا جاء بناء على اشتغال هذه المؤسسات التعليمية على محاور 3 اللي هي تدبير الترشيد في استهلاك الماء، الترشيد في استهلاك الطاقة، وتدوير النفايات. فالمؤسسات اللي اشتغلت وبناء على التقارير الجهوية واللجنة الوطنية للتحكيم اللي فات بناء على التقارير ديال هاد اللجان، حازوا المؤسسات اللي اشتغلت على 3 المحاور على اللواء الأخضر، واللي اشتغلت على محورين فقط ميدالية فضية، واللي اشتغلت على محور واحد فقط حازت على الميدالية البرونزية. بالنسبة للطلبة كيفاش نخرطوا في مثل هاد المشاريع، واش ساهمت في توعيتهم بأهمية البيئة ديالهم أم أنها فقط كانت مسابقة؟ ماشي هي فقط المسابقة، بل هي المنهجية ديال البرنامج يعتمد على أنه يكون هناك لجنة للتتبع منها تلاميذ مؤطرين من طرف الأساتذة، وهذه لجنة التتبع كدير واحد تشخيص بيئي في المؤسسة اللي كتواجد فيها بمعاينة استهلاك الكهرباء والماء، كذلك معاينة الفاتورات اللي كيجيو للمؤسسة على مستوى استهلاك الماء والكهرباء وتتبع هذا الاستهلاك، وبالتالي وتشخيص وضعية الراهنة اللي كتواجد عليها المؤسسة ديالها، وكدير سلوكات بيئية مغايرة اللي كتغيير المصابيح العادية المصابيح الاقتصادية، كذلك استعمال تقنيات الري بالتنقيط في المؤسسات ديالها، كذلك استعمال تقنيات ديال تدوير النفايات لحد من هاد الدوائر لحد من هاد التلوث اللي كيوقع داخل المؤسسه، وبالتالي كيكون بهذا الاشتغال عن طريق فريق اللي هو ديال لجنه التتبع المؤثر من طرف المنسق المحلي ديال البرنامج المدارس الايكولوجيه في المؤسسه، كيكون عندنا في الاخير انه نحصل على من الوعي البيئي داخل المؤسسه، وذلك انه التلاميذ يتبنون هذه السلوكات البيئيه الجيده. نعم، انا سولتك على التلاميذ ولكن ما نساوش ربما المؤطرين حتى هما والدور ديالهم في هذه العمليه، واش تم تغيير الوعي ديالهم حتى هما بضروره الاهتمام بالبيئه وادخال محاور تعليميه في البرامج الدراسيه حول هذا الموضوع، واخا ما تكونش رسميه يعني الاشتغال عليها ومصاحبه الطلبه، وكيفاش تبدل الوعي ديالهم حتى هما في هذا الموضوع؟ بالفعل فهاد الاساتذه الذين
يؤثرون هاد التلاميذ اللي هما كيكونوا لجنة التتبع ديال البرنامج. فكاين الشق ديال الربط ما بين هاد البرنامج المدارس الإيكولوجية والمنهاج الدراسي وفي مختلف الأسلاك. فيكون واحد تدقيق على مستوى المقارنة ما بين ما هو في المنهاج الدراسي وما هو المحاور الثلاث التي يتم الشغل عليها، بحيث أنه مثلا يحدد المحور وكذلك المجال. أكثر من ذلك الحالة التي يتواجد فيها هذا المجال في المقرر الدراسي على مستوى المناهج بالنسبة لكل مؤسسة تعليمية. على مستوى كذلك الفضاءات التربوية، كاين المؤسسات التي أنشأت خم اللي فيه من تربية الإيواز للطاقة دواجن بصفة عامة، ويتم خلال أنشطة ديال النشاط العلمي يتم قيام بواحد الأنشطة بتوظيف هاد الخم لمؤسسة ديالها واحد المحور اللي هو غادي يشتغلوا عليه اللي هو ديال التغذية. كذلك كاين اشتغال على مستوى البستان المدرسي يتم التوعية ديال التلاميذ بأنه استحسان استهلاك الغذاء اللي هو طبيعي ومنتوج ديال التربة. في مدارس اخرى واش غتنقلوا التجربه غتخليوها فقط في هذيك المدرسه؟ كيفاش تطوروها بالنسبه يعني المنطقه ديالكم والفائده تعم على جميع المدارس؟ يعني سنويا يتم تنظيم لقاءات تواصليه على مستوى المؤسسات التعليميه بارهم بضروره التزام بتواريخ الانخراط هذا البرنامج وإرسال هذه الطلبات للانخراط إلى مستر محمد السيد لحماية البيئة. كذلك يتم تنظيم لقاءات تواصلية مع المؤسسات المرشحة وتأثيرها عن قرب يحصل على هذا التتويج اللي هو تتويج وطني ودولي واعتراف دولي بهذه المؤسسات لأنها مؤسسات إيكولوجية تحترم مختلف المعايير المواثيق الدولية. الروح الخضراء، أفكار ونصائح باش كل خطوات تحقق. أما الآن فوصلنا لفقرة فكرة خضراء، وفكرة خضراء غادي نتكلموا اليوم على برنامج تعزيز قدرات الشباب في مجال البيئة. هذا برنامج اللي طلقته مؤسسات محمد السادس لحماية البيئة في الدورة الثالثة ديالو، وطلب ترشيح مفتوح في وجه الصحفيين الشباب بالمغرب وإفريقيا اللي غادي يستفدوا من تكوين المعايير الدولية كتمكنهم من تحسين قدراتهم في مجال التنمية المستدامة والتغييرات المناخية وكذلك أفكار أخرى. وغادي يمكنها التكوين عن بعد حسب أصحاب الفكرة من إنجاز أرضية أنترنت ومن تقاسم تجارب الشباب وتبادل المعلومات والوثائق حول مختلف مواضيع مبرمجة. وغادي تم تقديم وتتويج أفضل الأعمال خلال ورشة إقليمية غادي تنظم على هامش الكوب 22. الروح الخضراء، أفكار ونصائح باش كل خطوات تحقق. وفي الختام نصيحة الأسبوع كيف ما هي العادة في نهاية البرنامج، وفي نصيحة الأسبوع اليوم كيفاش تقدموا وتشتغلوا على ملفات عملية باش تولي مدرستكم مدرسة إيكولوجية. ولهذا الغرض غادي يرجعوا من جديد عند محمد بلرعام المنسق الإقليمي للمدارس الإيكولوجية بوارزازات. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. النصيحة هي ضرورة انفتاح المؤسسات التعليمية على الشركاء على المحيط الخارجي للمؤسسة. هذه المؤسسات اللي عندنا التعليمية خصها تدير شراكات مع الشركات إذا كانت كتواجد في منطقة اللي هي فيها تواجد ديال هاد الشركات أو معامل أو مصانع أو كذلك دق أبواب ديال الجماعات الترابية اللي هي ضرورة أنها خاصة تنخرط مع هذه المؤسسة التعليمية في الاشتغال وكذلك في التحضير وكذلك إعداد برامج وبناء مشاريع داخل المؤسسات التعليمية. إذا ضرورية الانفتاح للمؤسسة على المحيط ديالها، وكذلك ضرورية أن الأسرة أنها تحتضن هذه المؤسسات التعليمية. هي بالنسبة للمتعلمين هما كينقلوا هذه الرسالة من المؤسسة ديالهم كيحاولوا ينشروا ما تم التعرف عليه داخل المدارس ديالهم في الأسر ديالهم. ومن ناحية العملية واش كيحتاجوا لوضع ملفات؟ يوجدوا ملفات متقونة كيفاش؟ التواصل إما بوضع بناء بطاقة أو بإعداد بطاقة تقنية حول المشروع والترافع عليها أمام هذه الجهات المنتخبة، التواصل مع جمعية أمهات وآباء التلاميذ، أو بناء مثلا أو مواقع إلكترونية أو للتواصل الاجتماعي وفتح جميع القنوات للتواصل، أو بناء مشاريع عن طريق تدريب تشاركي مع مختلف فاعلين ومختلف الشركاء ديال المحيط المؤسسة. وبنصيحة الأسبوع غادي نكونوا اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. إلى اللقاء الأسبوع المقبل. الروح الخضراء، رفقة تاج الدين صالحة. Thank you.